ملل ملل ملل، لمتى أنا بدي أضلني موجود بداخل هذا السجن؟ والله مليت كتير كتير بهذا المكان، لازم ألاقي طريقة لحتى أهرب من هوني. خليني أصحي أخوي وخليه يساعدني. هاي يا أخوي استيقظ. أوف يا الله، شو بدك مني يا أخوي؟ ليش كل يوم بتصحيني على الساعة 6 صباحا؟ والله حرام عليك. اسمع علي، أنا لاحظت إنه هون في أدوات غريبة عجيبة، أتوقع إنه هادي فيها لغز يعني، وهذا اللغز رح يساعدنا لحتى نهرب من السجن. ما في لغز ولا اي اشي، هدول الادوات اللي انت بتشوفهم العاب للاولاد الصغار، لانهم وضعونا بهذا السجن، حزنوا علينا بتوقع وضعوا لنا هدول حتى نلعب فيهم. لا لا مستحيل، وهي هوني كمان في سيوف وفي كمان ادوات، ولكن هذه ما بتكسر البوابة، لازم نلاقي طريقة لحتى نكسر هذه البوابة الحديدية. والله أنا بعرف شغلة وحيدة، وهي إنه إحنا بعد تقريباً 40-50 سنة راح نصير مثل هذا الهيكل العظمي وراح نموت. لو هو يعني كان بيعرف كل هدول الأدوات كان طلع وهرب، ولكنه أيه مات. بس هذا ممكن يكون شخص غبي، وأنا وياك لازم نكون أذكياء يعني. هي اطلع كويس كويس، تعال اطلع بهذا المرحاض، دخل راسك بالداخل. طيب ماشي بعد زيك، والله ما في اي شغله. استنى شويه، والله كاني لاحظت اشي غريب كتير، كانه هذا السجن مش كامل، يعني هون كانه نقص عليهم البلوكات وعملوها من الخشب. اه والله، طب استنى جيب هذه الاداه وتعال نجمع الخشب كلياته. هاي هون وحده، يلا كسر كسر انت فيهم. يلا يلا خلينا نكسر زيك. ايوه خدها، وين ضايل؟ هاي هذه اخر وحده، هينا اخذتها، خد هاي حبتين. طيب ايش بنستفيد منهم؟ والله ما بعرف، ما بفيدونا، اربع حبات من الخشب ما بصنع ولا اي شيء. هي تطلع ايش فيه. استنى استنى، شو هذا اللي ايش اللي بشوفه هون؟ طلع وجد صندوق تحت السرير اللي كنت نايم عليه. ايه يبعد يبعد، خليني افتحه. يا حبيبي ابعد، في بلوكة مخفية هون. يا سلام، في بداخله بيكاكس، ممكن هذا البيكاكس انه يكسر البوابة. يا ايوه كسر 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 كسر. اوف يا الله ما بتتكسر، اقوى من البيكاكس. طيب ايش ممكن يكسر؟ الحائط، الزجاج، هاي الجدران اللي ورا هذه، كسر حاول اي اشي. هاي بيكسر الزجاج، ولكن الحديد، اوف الحديد هذا ما بتكسر. طب ثواني ثواني، هاي هوني في دايموند، ممكن انه اقدر اجمع حبة من الدايموند زي هيك واجعل كرافتنج تيبل واستخدم الخشب اللي جمعناه بصناعة بيكاكس دايموندي. يا سلام، عن جد والله انك انت ذكي كتير. ايوه ممكن يكون البيكاكس الدايموندي قوي كتير. خليني يلا هلا بدي احاول انا، شو رايك كسر هذه القضبان الحديدية؟ نعم يلا كسر هذه القضبان الحديدية وبدنا نهرب من هذا المكان. يلا 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 زيك. ايوه هيا تكسرت الاولى، يلا ضايل الثانية هادي، شد يا بيكاكس بي وكسرتها هيني. يلا بس دير بالك، هلا الان ممكن يكون في شرطة بهذا المكان، خلينا ننزل شوي شوي. ايوه تعال، ممكن الطريق تكون من هذا الاتجاه. لا والله هون مسكرة. طيب تعال معي تعال، وين الساحة؟ وين في اي اشي؟ ايه معقول من هون؟ هي بوابة. ايوه يلا خليني احاول افتحها. يا جرب بالبيكاكس اللي معك ممكن تنفتح. يا الله يلا خليني احاول. يا على الفاضي ما بتتكسر. استنى هاي هوني في اداة بداخل الصندوق، يعني بنقدر نحفر فيها نفق. طلع بيو. يا سلام وال نفق، اوه كسرت المكان تكسير. ايوه كمل 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 شوية، خلاص يلا كسر كسر هلا. يا سلام هينا طلعنا من هذا المكان، واخيرا وليس اخرا. اوه هاي في قدامنا تحدي لك بلوك، بلوكات الحظ يعني. بلوكات الحظ، طيب مين بده يجرب حظه اول؟ انا لينا اشوف. ايه خنازير، والله اشي غريب كتير. ايه يا شباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مين انتو؟ انت اللي مين؟ شو بتعملوني؟ كيفك انت طلعت؟ والله أنا... مش عيب عليك، انت عندك خنازير؟ ما بعرف والله، كنت بداخل صندوق. اي لا تضرب، اي اسكت خلاص، خد لك هاي، واحد مجنون، يلا جرب حظك انت. طيب هاي طلع لي كيكه، يعني حظك حلو كويس. دورك يلا خلينا نشوف زيك. ايه تي ان تي، والله مش كويس التفجير، مش ما بحبه. استنى انا استنى بدي افرجيك شغله اسطوريه، هاي بدي اصنع الليزر. تعال تعال هون زي هيك وبوم، هاي بتتفجر. إيه.
حرام والله التفجير. خلينا نشوف شو بده يصير. اوف فجرت الدنيا والله، عملت حفره كبيره. يلا هلا دوري. دوري انا. هي لا انت كسرت، طلع لك اسف اسف والله. يلا دورك. طيب خليني اكسر. لا 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 اقرب اقرب كريبر هذا. بعد سحق يتفجر فيك. خليني احاول اقتله. قتلته والله بالاكس. يلا ممتاز. هلا الان دورك انت مره ودوري انا مره، بعديها بخلصوا. يلا خلينا نشوف. ايه شو هذا؟ والله انا انحبس جوا هذا الهرم. خلينا اظن طالع. يلا خلاص تعال. ايه طلع لنا لك بلوك كتير. هاي بدي اشوف ايش راح تطلع لي. بوب شو طلع؟ والله كنت راح اموت انا. يا سلام دايموند الشغلات حلوه كتير والله. طيب ممتاز، ايش رايك انه نصنع دروع وادوات كتير قويه؟ خلاص بنصنعها، بس بالاول شوف. هي لا ساعدني. صاحبي وصديقي لازم اطلعه بسرعه. خلاص ولا يهمك، تعال لهون. لا لا يا الله، النار بلشت تاكلني. هي يا اخوي. هي شكرا لك والله، انقذت حياتي. كيف نقلتني لعندك؟ والله انا جبت لك حبل وسحبتك فيه. كويس ما قتلتك هاي بلوكة الحظ، بلوكة السوء هادي. خلينا نشوف شو هدول الكنبات، عليهم مروحة، شغلات غريبة عجيبة. نعم هذا اختراع عبارة عن كنبة ومروحية، بس استنى هدول ما راح يشتغلوا لانه اتوقع ما فيهم البنزين. ايش لازم نسوي؟ نفتح الصندوق هذا. بنزين بنزين والله وجدناه. عبي من عندك. يلا خليني بدي اعبي هاد الاختراع تاعي. اي خليني اعبيه زي هيك. اي والله ما بعرف اعبي انا، كيف تفتح هاد الايد؟ شو هذا اللي بتعمله؟ عبي كويس. يلا هيها عم تتعبى بالبنزين، والان بدي اركب عليها. خليني اشوف هاي المراوح بتدور. يلا يا الاختراع طير. يلا طيري. هيا طارت معي. يلا انت بسرعة. يلا طارت. بيو يا سلام، لوين بدنا نضلنا رايحين الان؟ تعال من هذا الاتجاه، تعال واتبعني. يا سلام شو هذا؟ موجود والله هون دوائر او مثل الكواكب. كواكب؟ ايه والله هي انا عم بشوف قدامي عيوني كوكب لونه وردي، كوكب لونه احمر. ايش في بداخلهم هدولا؟ والله ماني عارف. تعال نروح على اي واحد انت شايف هو الافضل. اتوقع انه الكوكب اللي لونه رمادي هو الافضل، ممكن يكون بداخله ناس يعني، او ما بعرف ايش في بداخله. طيب تعال خلاص. ايه شو هاي الصورة؟ خلينا نجي ونشوف مين بتحبوا اكتر يا شباب. اذا بتحب امك اكتر حط لايك واشتراك والجرس، اذا بتحب حبيبتك اكتر حط لها شيء. اكيد انتو كلياتكم بتحبوا امكم، حطوا لايك واشتراك والجرس. نعم تعال خلص الان لازم نضلنا جايين لهذا المكان. هاي مرحبا، السلام عليكم. هيه لا تقول السلام عليكم، احنا ما بنقول السلام عليكم، احنا بنقول الشر عليكم. هيه شو هذا اللي انا بشوفه امام عيوني؟ والله زي كني شفت يعني اشي لحمة لذيذة كتير. يا سلام زمان ما كنا بشر، صح يا شباب؟ نعم صار لنا مدة طويلة، خلينا الان نهجم عليهم ناكلهم لانه احنا عائلة الفينم الاشرار. استنوا تعالوا هرب يا اخوي، تعالوا هرب يا حبيبي. شو هذا؟ استنى احنا مش لازم نخاف منهم، انا سرقت من السجن مسدس بدي اعطيك اياه وبدنا ندخل نهجم عليهم ونكسر راسهم. طيب يلا جاهز، اعطيني المسدس وبدنا ندخل عليهم على السريع زي هيك. تعالوا هون بدي اقضوا عليكم. يلا موتوا. يلا راح تموتوا انتوا كلياتكم. ايه بتحاول انك تضربنا بهذا المسدس؟ ايه والله غبي كتير هذا، ما بتعرف ان الفينوم قوي كتير. طلع علينا طلع، احنا مرعبين وعمالقة يعني. يلا تعالوا انا بدي اقتلكم. واي قتلني والله، اجموا علي يا شباب اجموا. ايه موت. يلا هينا قضين عليهم كلياتهم، هدول عائلة فينوم الاشرار. تعال اتبعني وخلينا نضلنا طالعين نروح للكوكب اللي بعده. اطلع والله هدول اشرار كتير. استنى شو هذا؟ تعال شوف شو موجود هون؟ سيارات والله حلوه كتير، اي سياره بتختار انت؟ استنى هاي سياره اللامبورغيني. يا سلام خليني اشوف ايش السياره اللي بعدها. هاي سياره بورش والله حلوه كتير، حط اللي بعديها. يلا طيب يا دبيت بالاسفل، خلص بكفي ما بدنا نحط كمان سيارات، نحطهم في مكان تاني.
والله بس حلوات كثير هدول. ايش بتختاروا انتم، اللامبورجيني او هذا ال 911 البورش؟ تعال يلا تعال كل واحد يركب المركبه تبعته، خلينا نطير. يلا بدي اركب المركبه تبعتي. اي كوكب بدك نختار، الوردي ولا الاحمر ولا الاخضر؟ والله بصراحة مش عارف. تعال 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 نروح على الوردي، أنا بحب الوردي. طيب يلا امشي، خلينا نضلنا رايحين. هي طلع هي هون في حراس عمالقة. والله مرعبات كتير كتير هدول الحراس، ليكون بحرسوا شغلة خطيرة كتير ومرعبة بالأسفل. تعال نشوف. والله ما بعرف، يلا بدي أضلني داخل زي هيك. هي مرحبا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا واهلا فيك داخل كوكب ماشا والدب الطيبين. اهلا بالزوار والشباب الطيبين. اوه جيتوا لعنا، انا بعرفكو، انتو هم القاتلين السفاحين. يلا يا ماشا هجم عليهم. يلا استنى لا يا دبدوب، هذول شكلهم اولاد صغار طيبين. انتو ايش اسمكم؟ مين انتو؟ شو بتعملوا بهذا المكان؟ انا اسمي حمود، وهذا انا اسمي عبود اقصد، وهذا اخوي حمود يعني. ايوه حمود عبود، يا سلام، اسمعوا علي كويس كويس. يعني هوني انتو موجودين في كوكب ماشا والدب، وبدي اياكم تنزلوا للاسفل تقضوا على الذئاب الشريرة. واو ذئاب شريرة. ايوه في ذئاب والله شريرة كتير، بتضل تحاول انها تاكل الانارب. روحوا ضربوها وعذبوها وقتلوها، لانه اللي بياكل الانارب بيكون اشرار. انارب؟ تقصد بياكلوا الارانب؟ ما في اشي اسمه انارب، ارانب اسمهم. يلا تعال تعال يا اخوي حمود، خلينا ننزل للاسفل. يلا يلا. هي الانارب والله طلع كيف بقفزوا، خايفين كتير من الذئاب. طلع كيف الذئاب الاشرار عيونهم حمر بدهم ياكلوا يلا الانارب. بوم بدي اكسرها انت كسير كده يا اخوي. افتح الباب، ليش سكرت علي؟ يا حبيبي انا خايف كتير، اقتلهم لوحدك. لا سكرت الباب علي، خلينا ادمرهم زي هيك. بيب اوف، طلع كيف طلعوا احشاء والله، تفجروا تفجير. طلع كيف هاي خلاص اختفوا وراح. ايه اكلوا الانارب والله، اكلوهم يا حبيبي جد. والله اكلوا الارانب، كل ما ضل فيه ولا ارنب. يا حرام والله، حرام اللي صار. خلينا نشوف، ما ضل ولا ارنب والله حرام. يلا مش مشكله، على الاقل قتلنا الذئاب الشريره. ياي كيف الانارب فرحانين؟ ما ضل في ارانب، كلياتهم ماتوا. لا ليش قتلتوهم يا اخبياء؟ حكيت لكم تقتلوا الذئاب مش الانارب. اوف والله انتوا فشلتوا بالتحدي، خلص يلا اطلعوا من هذا المكان، فشلتوا اغبياء كتير انتوا. والله اغضبتوني كتير 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 كتير، والله نفسي اضربكم بوكس على وجهكم. اطلع من هون، خلصتوا لي الانارب. تعال تعال يا اخوي تعال، هدول والله غريبين كتير كتير، بس هم عائلة ماشا والدب. الدب كيف بعيش مع فتاة؟ ماني عارف والله ماني عارف، اش غريب كتير. قال احنا قتلنا الانارب، هم اللي ماتوا، هم اللي حاطين تحت بالاسفل 100 ذئب. يلا هلا وين بدك تروح، على الاحمر ولا على الاخضر؟ تعال تعال خلينا نضلنا رايحين على هذا الكوكب الاخضر، صراحة استكشاف هذه الكواكب اشي ممتع وحلو كتير كتير. هاي هون في حراس وراك، ليطلق عليك النار بينه، لا تطلقوا لا تطلقوا. لا تطلقوا لا تطلقوا النار، احنا ناس طيبين. دير بالك يا اخوي. اسمعوا علي كويس كويس، انتو جيتوا للمكان الخاطئ، هذا الكوكب خطير كتير، وانتو شكلكم ناس اشرار. ايوه ليكونوا اشرار هدول الاطفال الصغار، انتو اشرار ولا لا يا اطفال؟ اعترفوا واحكولنا، لانه اذا انتو اشرار بنطخكوا على طول، مش اشرار ممكن تخليكوا تقابلوا قائد الرجل الاخضر. نعم هون موجود بهذا الكوكب رجل اسمه هولك الرجل الاخضر، يلا انزلوا لعنده، هو راح يسوي لكم اختبار هل انتو ناس طيبين ولا ناس اشرار. ايوه يلا انزلوا بسرعه، اسكوا تروحوا لا يمين ولا يسار، تنزلوا تحت وتتعرفوا على هولك. ماشي ماشي يلا تعال، بيحكوا واحد اسمه هولك، اتوقع اني انا سمعت بقلبه. بدي افتح البوابة زي هيك وبدي اضلني نازل. يلا يا اخوي تعال يلا عيني وراك. بيو هي واو السلام عليكم. مرحبا اهلا وسهلا فيكو، انا طبعا هولك الصغير، وانا فرحان كتير كتير بمشاهدة. مين انت؟ شو اسمك؟ انا هو عبود، وهذا اخوي حمود.
يا سلام، راح يصير عندنا اصدقاء جدد يعني. احنا مرحبا واهلا وسهلا فيكم يا كبود ويا عبود، قصدي يا كبود ويا محمود. لا لا، انا اسمي عبود وهذا اخوي حمود. مين هادي؟ اقصد مين هذا الولد؟ شو هذا قدامك؟ هذا ابن الصغير اللي موجود وراك يا غبي، ولكن قبل لا يتحول الى اللون الاخضر. نعم، هو كان انسان طبيعي بعديها تحول الى الرجل الاخضر. هلا انتو بدي اياكم تسووا تحدي ومهمة، اذا عملتوها راح تتحولوا الى الرجل الاخضر. نعم راح احولكم للرجل الاخضر، راح احط عليكم دهان واعطيكم عضلات وتصيروا الرجال الخضر. طب تعال، ايش في عندكم بالاسفل هون؟ ايه في رجل عملاق. هذا العم حسين عندنا بالاسفل، ما حدا يزعجه، هذا بيغضب كثير يعني على الازعاج. تكلموا معاه بطريقة جميلة ورائعة كتير كتير. العم حسين؟ طيب ماشي يا عم حسين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ما بحب الإزعاج، شو بدك أنت وياه؟ إحنا جابتنا لعندك وجابنا عائلة هولك، يعني حكولنا إنك بدك إيانا في مهمة، وإذا نجحنا فيها إيش راح أصير؟ راح نتحول يعني من خلال الطوقة هذا المسحوق الأخضر إلى الرجل الأخضر هولك. أيوة طيب طيب، في خيارين للمهمات، انتو اختاروا بدكم اياه لانه التنتين بنفس المستوى. الخيار الاول راح يكون تدخلوا بعالم تاني موجود فيه عالم تحدي، او انكم تاخذوا جناح طيران من عائلة الهالك ويش تروحوا الى كوكب لونه احمر موجود فيه فتاتين او ثلاثة، تتعلموا منهم تعرفوا مين هم وتسووا تحدياتهم وترجعوا لهون. اختار. ايش رايك يا حمود؟ اتوقع لو نروح الى الكوكب الاحمر راح تكون مهمه ممتعه اكثر، خصوصا انه بيحكي بقلبه ثلاث فتيات وعندهم تحدي. والله راح يكون حلو كتير يعني، يمكن يكون عندهم تحدي ومنستمتع مع الفتيات يعني. والله يلا اعطينا جناح، اعطينا جناح الطيران، بدنا تعطينا جناح الطيران ونضلنا رايحين. يلا خلينا نضل. هو حكالنا يعني جناح الطيران موجود بالاعلى، تعال زي هيك. ايوه اخترتوا التحدي الثاني، هاي الجناح بهذا الصندوق. يلا هي اخذ جناح الطيران. يلا مع السلامة ورحلة سعيدة، انتوا راح تصيروا من عائلتنا ومننا وفينا. أيوة يلا روحوا سووا هذه المهمة، وإذا نجحتوا راح تتحول لأخضر مثلي. يلا خليني بدي أضلني طالع زي هيك. تعال يا أخوي. تعال لون. نعم. استنى شوي، شو حكينا كوكب لونه أصفر ولا أحمر؟ أحمر، ما في أصفر أصلا، طلع لونه على لوني أنا. يا سلام والله حلو كتير هذا اللون. يلا جاهز؟ وين الفتيات؟ معقول موجودات بالأسفل؟ إيه هيهم، مرحبا السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اختي لا تصيحي زي هيك، قلنا لك لما يجي الضيوف لعنا على هذا المكان بنرحب فيهم بصوت منخفض. خلاص ماشي، اهلا وسهلا فيكو ومرحبا واهلا وسهلا في كوكب عائلة شفا المشفية الشفاشيفو. شفا الشفاشيف يا حبيبي، شو هذا المكان يا اخوي؟ طلع هاي صور الفتيات الثلاثة، هاي هادش. مين شو اسمائهم هدولا؟ خلينا نشوف شو اسمكم انتو. احنا واحدة شفا، واحدة مشفوفة، واحدة شفشف. شفشف ومشفوفة، والله الاسماءكم صعبة كتير. هاي احنا جينا لعندكو، خبرونا انه في تحدي، ايش هو التحدي لحتى نسويه؟ انا بدي اقول لك ايش هو التحدي. التحدي يعني سهل كتير كتير، في تحت بحيرة تحت الكوكب يعني، ولازم انكم تجففوها ما يضل في مي من مرة، اذا سويتوا هذا التحدي بتكونوا انتوا اقوياء. سهل كتير، عادي يا شفا او شفشوفة او مشفوفة، هلا بنسوي التحدي هذا، ما في اي شيء صعب علينا. طلع صورتهم كيف لابسين هيك، كيف عيون، ايه طلع هذي كيف عيونها، شايف؟ والله مش غريب كتير كيف غاضبة، ليش هيك غاضبين؟ هي هذا احنا بنغضب لما حدا يخسر بالتحدي، بننصدم مثل هيك وبنغضب. شفشف بتغضب وايش بتروح بتضربك. طب خلص تعال تعال. اوه هاي الصندوق هذا بداخله بلوكات الاسفنج، وهي هوني مكان كلياته مية، يلا بلش جفف فيه.
يلا خلينا نجفف. جفف 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 يا عبود ويا حمود. صراحة صح استكشاف الكواكب اشي حلو، كل يوم انا وياك بدنا نروح لمنطقة جديدة ونستكشف الكواكب نشوف مين بداخلهم. ايوه، علشان هيك بدنا كل المتابعين اللي بيشاهدوا قناة الدولفين ايش اشتركوا بالقناة، علشان كل يوم راح نستكشف كوكب عبود وحمود. نعم يلا خلينا نضلنا طالعين للاعلى، وبدنا نضلنا رايحين الى ايش الكوكب اللي لونه اخضر نخبرهم انه عملنا المهمة. ايش فيه؟ يا سلام سويتوا المهمة، هيكوا شطورين انتوا. اسكت يا ابو صوتك. اصدقائنا يلا روح انهم انت اطلع. يلا هيني ضربتها والله ما تأثرت من مرة، جسمها قوي كتير. خلينا الآن نضلنا رايحين على هذا الكوكب ونتحول الى الرجل الاخضر هولك. واو يا سلام سويتوا المهمة هاي قوة، وانتوا الان اصبحتوا واحديا من العائلة تبعونا وراح تتحولوا لهالك، وهي راح تصير ام قوة، هذا اخوك قوة وانا ابوك وانتوا ولادي. نعم يلا حولنا. يا سلام شو اللي صار؟ ايه شكلي تغير وشكل اخوي كمان حمود تغير، طلع واو. كيف صرنا؟ والله صرنا عائلة هالك. يا سلام شكرا لك يا بابا ويا ماما ويا اخوي الصغير. يلا يا صغيري وقت تغيير الحفاضات. ياي يا سلام شو وقت تغيير الحفاضات؟ ايه بتحكي انت كمان؟ يلا عيب عليك. ايه شو اعمل يعني؟ هيك هذا وقت الحفاضات. يلا يا ولد تعال وقت الرضاعة الان. لا شو رضاعة وحفاضة؟